في الذكرى 100 لتأسيس الجيش العراقي الباسل والذكرى 100 على تأسيس الشرطة العراقية، أقيمت في قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك احتفالية بهاتين المناسبتين استذكاراً وفخراً بالبطولات التي ما زالت تسطرها سواعد القوات الأمنية بكافة صنوفها. يعني كل عام وجيشنا العراقي البطل وشرطتنا في وزارة الداخلية سواء كانت شرطة محلية أو شرطة اتحادية وبكل مسمياتها بألف ألف خير. هؤلاء الجنود الأبطال والضباط الأبطال هم ذخرنا وفخرنا، هم عز هذا البلد وهم من يدافعون ويدفعون دماءهم في سبيل هذا البلد. تمنياتي لعوائلهم ولأهلهم سواء كانوا في وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع، تمنياتي لهم بالخير والبركة. تأكيد وحدة قواتنا الأمنية سواء كانت تابعة للداخلية أو للدفاع أو أي والحشد أيضا في كركوك، بالحقيقة هناك عمل منسجم بين كل أصناف قوات الأمنية، هناك عمل منسجم مع الإدارة أيضا. اليوم كركوك تلعب بأمن وأمان ومواطن يلعب بحرية، أثبتت قوات الأمنية أنها حصة في الجميع، ليس منحازة لمكون أو طائفة، هذا أهم من ذلك. كل الذي نقوم به لا يوازي التاريخ الحافل لقوات الأمنية وقوات الشرطة. ليس في العراق فقط، بل إن المقابر الموجودة في مصر وفلسطين وسوريا ما زالت شاخصة وشاهدة على التضحيات التي قدمها الجيش العراقي لحماية أشقائه العرب. فالسجل الحافل بالانتصارات كفيلاً بأن يجعله محل فخر واعتزاز للجميع. تم تجمع كافة الأطياف والقوات المسلحة داخل محافظة كركوك في مقر متقدم لكي يكون عيد واحد، إن شاء الله يكون عيد الكل لأهلنا. وأني بهذا المناسبة أهني شعبنا العراقي وشعب كافة القوات المسلحة وأشكر جهودهم المبذولة لاستبداد الأمن والاستقرار للمواطن. في الحقيقة هو عيد أغار وعيد نشعر جميعا كمواطنين عراقيين بفخر وسرور عالي جدا في عيد قواتنا المسلحة في وزارة الدفاع في وزارة الداخلية، أعيادهم هي أعيادنا، لذا ترى أن المواطنين محتفلين منذ أسبوع. أنا كمواطن ومسؤول تنفيذي في المحافظة عندما أرى أي ثكنة عسكرية أو أي فرقة جوالة من قيادة الجيش أو الشرطة تجول في شوارع المدينة وفي ضواحيها أشعر بالأمن، أشعر بالفخر، أشعر بالسرور. لهذا هذا العيد هو محل اعتزازنا ومحل فخرنا.